يلا صباح الخير عليكم، كنتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير. عيد مبارك سعيد. صباح العيد اليوم معنا في الكويت، كنتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير، وكنتمنى هذا العيد يكون دخل عليكم جميعا بالخير. والله يدخل عليكم والايام اللي جايه ان شاء الله كامله تكون بخير وصحه، واللي فنيتو شي حاجه يا ربي يحقق له ويعطيه ما كيتمنى يا ربي في هذه الايام المباركه. صباح ديال العيد معايا في البيت ان شاء الله، عملت التحضيرات ديالي، غادي نوريكم التحضيرات اللي وجدت البارح بالليل. طبعا الحلوى شاركتها معكم فيديوهات سابقه البارح، التحضيرات ديال الليل غادي نزلها معكم في هذا الفيديو البنات. غادي نوريكم ان شاء الله التحضيرات من البارح بالليل، شنو وجدت بالليل، شنو كان عندي موجد قبل، وشنو صبح عندي واجد. صبحت غير نزلت الطبله اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله. نخليكم مع التحضيرات ودوزو تشوفوا معايا الطاوله ديالي ديال فطور العيد. الله يدخلوا عليكم كاملين بالخير وبالصحه. السلام عليكم، مساء الخير عليكم، كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم جميعا بخير على خير. ليله ديال العيد، عيد الفطر المبارك، الله يدخلوا علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه بالخير، وقلنا يا ربي الحبيب ويرفع عنا ربي هذا الوباء. غادي نشارك معكم هاد الليله ديال تحضيرات العيد. بحال اللي كتعرفوا الليله كتكون شارجي عند ربات البيوت كاملين، عند الناس كاملين، كل واحد شنو كيوجد. المراه كتكون ليا بزاف عندنا الشغل بالضبط، خصنا نسالي الشغل كامل، خصنا راسنا، خصنا الكوزينه تكون مساليه، خصنا نوجدوا اللي باقي النار، الريفات، الحرشه، الحاجات اللي باقينا نوجدوهم، نوجدوا الطاوله الغداء ان شاء الله يا ربي الفطور. المهم كتكون عندنا الليله عامرات. انا غنشارك معكم بعض الحاجات اللي عملتهم هذه الليله، هذه التحضيرات اللي عملتها. خليكم معايا في الفيديو هذا ان شاء الله غادي يعجبكم. ونقولوا بسم الله. اول حاجه البنات، انا قبل الفطور عجنت الرغايف وخلطت الحرشه. الحرشه ها هي البنات، ها هي ارتحتها السميده بالسته وارتحتها، وعملت لها ما خليتها ترتاحت، وعملت لها الماء او الحليب اللي كنتو جمعتها وخليتها هي خمرات. هنايا ملي كتخمر البنات كتجي الحرشه مزيونه على فكره. وعندي الرغايف ها هما، اول مسمن رغيفات ها هما عندي مرتاحين هنايا، كانوا في بلاستيكه ومن بعد شكلتهم كويرات وعاوتاني مرتاحين هنايا. غادي نشكلهم وغادي نشارك معكم الكيكه هنايا في هذا البول هذا ان شاء الله يا ربي. غنشارك الكيكه وكنفطروا بها كذلك معكم. هذو اللي غنعمل كتحضيرات. الحلوى عندي مسالية معدلة، وغنوري معكم كذلك التحضيرات اللي غادي نوجدها مسبقا غدا ان شاء الله. ترتيب الحلوى، ترتيب كلشي ان شاء الله يصبح عندي كلشي معدل واجد هذا، باش غنساليش في ديك الساعة غير راسي انا، عند شعري، عند الامور، وليداتي، وجد الحويجات اللي خص البلانشات خص هذا. المهم خليكم معايا ان شاء الله الفيديو يعجبكم. نقولوا بسم الله. غادي نقرب شويه الفيديو على الطاولة باش نبدا الحرشة ونبدا الرغيفات ديالي ونبدا الكيكة. تمايا سميدة هاهي البنات، الحرشة هاهي الحرشه البنات. هذه بحال اللي قلت لكم، راه انا قبل ما نفطروا الافطار ديال المغرب النهار الاخير ديال رمضان كنت بالسته ورتحتها، عاودت عجنتها بالماء او الحليب اللي بغيتوه، انا عجنتها بالماء هذه المره صافي، وخليتها مور ملي فطرنا دخلت بديت كنشكلها. ملي كترتاح البنات الحرشه الرطوبيه كتجي رطيبه، كتجي غزاله قد ما ارتاحت، وديك الخميره خدمت فيها ملي كطيبوها كتجي رطيبه صافي. هنايا شكلتهم وطيبتهم البنات، راهم عندي رفينه مغطياهم. غادي ندوس نعدل الكيكه هنايا. غادي نجيب المول، شعلت الفران يسخن. ها هي الحرشه البنات بحال اللي كتشوفوا معايا، هي الحرشه بعد ما طيبتها كتجي غزاله ورطيبه البنات. انا غنوريها لكم هنايا عن قرب. ها هي شوفوا كيفاش كتجي ورطيبه، ماشي مدقصه مره. شوف صافي هنايا الحرشه بحال اللي قلت لكم وجدت. الكيكه انا غنكمل عليها، الفرن عندي كيسخن، غادي نعدلها طيب، نعمل الكيكه ديالي طيب وندوز نطلق الرغايف. صافي هنايا غنجيب المول غادي نكبها فيه ونجمع الدنيا وندوز باش نعدل الرغيفات. الرغيفات طلقتهم هنايا كاملين، عملت الرغيفات مقدودين، ماشي كبارين ماشي صغارين، يعني مقدودين. غادي نطلقهم وندوز نطيبهم. هادشي البنات بحال اللي قلت لكم راه في الليله ديال العيد، يعني اخر يوم في رمضان نوض كنعدلو من بعد الافطار ديال رمضان. غنكمل لهم كاملين وغادي ندوز وغادي نطيبهم وندوز باش نعدل معاكم عاوتاني واحد البلاطو ديال الاجبان اللي غنزلو غدا في الفطور ان شاء الله. الجبن البنات عندي هنايا جبن، اي جبن تستعملوه، جبن جبلي، اي جبن، غير انه الا كان فيه الماء خليوه صفيوه عاد كدوزو شكلوه كويرات بهذا الشكل. وغادي نغطسو هاد الكويرات هنايا في البافو، وعندي كميه غادي نغطسهم في الزعتر.
وغنعمل لهم زيت الزيتون، كيجي رائع البنات الجبن بهذه الطريقه، كيجي مزيون بزاف وكيتباع جاهز هكذا، لكن انا عدلته وشاركته. بالنسبه كفكره اللي بغا تزين بها المائده الافطار بالمكونات البسيطه تزين المائده ديالك، غنجيب هنا هذا البلاطو، غننزل هذاك الجبن وغننزل شويه ديال هنا باللي متوفر، يعني شويه شويه من الحاجه. غادي نزين هذا البلاطو اللي غننزل فيه الحاجات اللي غادي نفطروا بهم. الاجبان اللي متوفره، الا كاين الزبده، الا كاين الزيتون، زيت الزيتون، النوع الاجبان اللي كاينه، المربى، النوتيلا، العسل، اي حاجه اللي كنزلوها في الفطور كنزلوها بهذا الشكل هذا كتجي مزيونه. صافي هو هذا الشكل ديالو. غادي نغطيها البنات هنايا بالسلوفان وغادي نخليه في الثلاجه، غدا ان شاء الله يكون واجد. كيجي مزيون، فكره مزيونه البنات، ما كيحتاجش شي كميه كبيره، يعني شويه شويه من الحاجه كيجي عامر وكيبقى فيه زعما كيكفى، واخا يبان لك شويه شويه ولكن كيكفى. هنايا صافي الكيكه بعد ما خرجت وبردت غادي نزينها بالشوكولاته هنايا اللي عملت فيه هذا الكاوكاو او الفول السوداني مهرمش. صافي هنايا الصباح البنات ملي نضنا جبت الحويجات باش نشوف لي خصو بلانشا، دو الحويجات بنتي زينه كسيوه وصبيبط، وهادو الحويجات تزيات حتى هو تقشرات زينه ما نساهمش، حويجات تزيات باش لي خصها بلانشا نعملها لها ولا هذا. صافي هنا دوشت الاولى البنات دوشتهم في الصباح، العيال دوشتهم في الصباح. صافي وديك الساعه لبستو بالنسبه لي انا هذه درعه لي غادي نلبسها ان شاء الله، هي هادي. صافي وغادي نخليهم البنات ومشيت للكوزينه باش نوجد دابا الطبله، نزين الطبله. هنا غنقدم الحلوه في هاد السليله. هادو الرغيف البنات والحاشا اللي حضرتهم البارح بالليل، اليوم غير سخنتهم. هذه الحلوه عملتها في هاد السليلات البنات، عملتها في هاد السليلات مزيونين، كاينه كبيره كاينه مواسطه وهذه صغيره. هنا عملت ثلاثه تشكيله الحلوه بالشوكولات، هنا الحلوه الماكينه والحلوه الكاوكاو والحلوه الزمان، هنا ديك الحلوه الشوكولات اللي قلت ليا البنات اللي شاركتها معكم، وهذه الحلوه التمر العروسه والزيره. الكيكه اللي عدلت الكيكه بالشوكولات بالتزيين ديال فيريرو روشي، وهذا تشيز بلاتر او تشيز بورد
ديك الطبق ديال الخشب اللي كيكون فيه الانواع ديال الاجبان. الحاجه اللي كنفطروا بهم الزبده، الزيت، الزيتون، اللي كان مع هاد شويه الفاكهه، الشوكولاتة، المكسرات اذا كانوا ماتوا بهذا الشكل هذا. تزيين العيده طبعا، وهذه هي الطبيله ديالي بالعيد. البنات نتمنى الفيديو يكون عجبكم، شاركت معكم تحضيراتي المسبقة وتحضيراتي نهار العيد. هو هاد الطبيلة ديالي، نتمنى يا ربي دائما كنقول لكم كنعاودا عيد مبارك سعيد عليكم جميعا. انا قلت هاد السنة الفيديو ديال مباركة العيد تكون ان شاء الله في التحضير ديال الفطور ديالي. بقالي غنقول لكم شكرا لكم ومع السلامة، وفيديوهات قادمة ان شاء الله. تحياتي ويوم سعيد للجميع.